فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة وكان معي ابني الصغير عمره 8 سنوات، وعند الميقات ألبسته لباس الإحرام ولم يتلفظ بشيء ولم أنوي عنه. يقول: وعندما بدأنا بالطواف طاف شوطا واحدا ثم تعب ولم يكمل، فهل علينا شيء في ذلك؟ 8 سنوات هذا مميز، ينوي، يستحضر النية وينوي عند الإحرام، ما تنوي عنه أنت، هو ينوي، لأنه 8 سنوات هذا مميز. فإذا أنه مشى معكم فحكمه حكمكم، يكون قد أحرم بالعمرة فلازم يكملها، لازم يكملها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.